السلام عليكم ومرحبا بكم قبل ما نبداو كي العاده نصلي كامل على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تقول صاحبه الحكايه انا اسمي نرجس انا كي كنت صغيره بابا و تفرقوا على بعضياتهم يما توفات بعد طلاقها من بابا بخمس سنوات بحكم هي كانت عاودة الزواج، الراجل هذاك شربها المر ولا تندمان على الدقيقة اللي بعدت فيها على بابا ايا مكتب لها ربي ماتت ربي يرحمها ويرحم جميع اموات المسلمين اما بابا حتى هو في 2019 فارق الحياة كنا مع الاول نعيشو مع الاب نتاعنا ومرتو بعد مشاكل كبيرة وطويلة وعريضة اللي ما رانيش حابة نتفصل فيها لانها غير مهمة رحنا لدار جدة وجدي انا كانوا عندي زوج خياتي البنات وزوج خاوتي الذكورة كنا احنا خمسة ودار جدة وجدي كانوا ما شاء الله برزقهم بمالهم بخيرهم وخميرهم كيما يقولوا انا ملي كنت صغيرة نحب ماني ام هي تبادلني نفس المحبة وتقول لي قعدي عندي قريت عندها الابتدائي من بعد مرت بابا كي ولا تحرش في بابا ايا جابني لعندو كي وليت في فتره المتوسطه عشت في وسط خوالي وانساهم وولادهم وبناتهم كانوا نعمل اسره كملت قرايتي وديت الدبلوم تاعي علوم تجريبيه على بالكم اجمل حاجه كانت يوم التخرج نتاعي نهار لقيت جده وجدي ربي يطول ان شاء الله في عمرهم واقفين معايا وكانهم سبحان الله اهلي كي شغل حسيت يما يم في قبرها وبابا فرحوا لي حتى هما دازو هذوك النهارات من اجمل الايام وكنت ديما نشري انا هدايا لفاميلتي لانه الفضل الاول والاخير يولي لهم ما طولتش بزاف لقيت خدمه خدمت في شركه معينه مانيش ما حابه نذكر اسمها وكنت نتقاضى كل شهر مبلغ محترم نعاون به اهلي اللي رباوني عندي خالي كبير بزاف في العمر هو اللي كان بمثابه ابي يوم توفى بابا ولا منقطع عليا تماما من ناحيه مرتبابة بيهديها هي اللي بعدها عليا هو رايح رايح ويموت حرمتني منه في الحياة على كل هذا خالي عوضني على الحنانة على كل حاجة شابة ودايما مدعمني ويقول لي يا بنتي كم لي قرايتك وكي خدمت يقول لي خدمي يا بنتي ديري مستقبل روحك ما تقعديش تصرفين هنا في الدار مرة نشفى روحي مليح خلصت وجبت هدوك دراهم أكو تعافو شوية قضيان تبناج غير دخلت لقيت واقف في الباب قال لي واش كاين هذا قلت له جبت شويه قضيان اليوم الخلصه اخي على بالك كي شغل عرس قال لي واش من العرس هذا يا بنتي شحال من خطره نوصيك خبي دراهمك تصيبيهم ديجا انت راكي طفله علاش ما تشريش الدهب العمرك؟ قلت له ايه خالي بركانه الدهب وين راه وانا وين راه شهريه تاع 3 ملايين نشري بها ذهب قال لي ايه بالحاجة بالحاجة حتى تولي روحك المهم دار لي هذه الفكرة في راسي ولقيت ماني السند نتاعي اللي صراحة عاونتني بزاف وكل ما نخلص تقولي شوفي مليون خليها تحتك فيها كش محوايج ولا اما زوج ملايين الاخرين تجيبيهم لي انا نخبيهم لك مرات نعطي لها مليون مرات مليون ونص وكانت صح لي مره بلا ما تقول لي داتهم لواحد السايغ وقتلوا اعطيني قيمه ذهب وكانوا تقريبا عشرين مليون ولا بالك اكثر ما شفيتش مليح لانه كان عندي عوام وانا نخدم في هذه الشركه تخيلوا في العشيه هذيك عيطت لي وقالت روحي لهنا قلت لها واش كاين وانا مستغربه كنت نشوف علامه استفهام كبيره في عويناتها دخلت وقالت لي شوفي يا بنتي هذا الذهب راه هو رزقك شريته لك بدراهمك اللي كل خطره نخبي لك فيهم ديري مليح في بالك بلي غدوة من غدوة لو كانت تزوجي تصيبي غير الحدايد وقالوها ناس زمان الحدايد للشدائد قلت لها ايه ماني عندك الحق بصح انا ما عندي حاجه عندي بلاكيور عادي قتلي منك بصح ديري البلابيور ومن بعد بديت نضحك عليها قلت لها ماني مازال ما تعرفيش ماشي بلابيور ايا جوزنا نهار هذاك روعه ضحكت وقصرت معاها وعنقتها وسلمت عليها بس ماني هادي كانت بمثابه امي تخمم لي على الصغيره والكبيره تخمم دائما على مصلحتي اقبل من بناتها ايه ما تستغربوش بس انا كانت امي ميته وما نعرفش صلاحي وجايه من هادو كنسى اللي نحب نلبس نحطط واي حاجه تخرج في السوق جديده لازم نحطها فوق لحمي خاصه الملابس والماكله بصح هي كانت المرة اللي تلايم لي سواردي وما فشي مخليتني مبدرهم مع خالي أكيد مروا سنوات كي وصل عمري ستة وعشرين سنة تعرفت على واحد الإنسان يعني علاقتي معاه كانت شابة بزاف وكنت حبيته وحبت عهبال صح صدقوني الحب هذا بدا يزول بعد ما جا وخطبني لانه عرفت باللي هو كان طماع غير في دراهمي كل خطره نتلاقاه بيه ولا يقول لي واش اليوم واقيلا الفطار عليك انا مع الاول ما كنت نعرف والو وما كنتش نفهم كنت قلت لكم طفله نحب نصرف ونيه بصح حليت عويناتي كيما ماني قالت لي هذا ما انسان اللي تكملي معاه حياتك هذا راهو طماع فيك باسكو نهار جات ما ولات تقول احنا عندنا المراه اللي تشرط ما راهيش شمره ولازم علينا هي تعاون الراجل اراكم على بالكم الوقت صعاب انا بناتي عاونوا كامل رجالهم وكاين وحده من بناتي شرات هي الشمره لراجلها تخيلوا واش معناتها هذه الهضره يعني تمعني لي باش انا نعاون راجلي خاصه انه هو في البداية ولا يقول لي عندي تراب وراني داير غير الدالة مازال ما بديت فيه والو ما انت يلا كي مخبيه كاش مصروف ولا عندك كاش ذهب بيعيه ونديرو دارنا اصلا داري هي دارك هنا بديت نفيق وحدي وحدي وانا طبعا نحكي كل شي لماني كاتمة اسراري وهي بطبيعة الحال تنصحني بحكم خبرتها وعمرها الكبير قالت خطيك منه هذا ولا غريه كلك كعد راهمك ما يخليلكش الفرق في الجيب صليت صلاة الاستخارة وربي سبحانه قد ما نصليها هاي بعد آلاف المرات ويجوني كتر من إشارة في اليوم الواحد هنا خديت راي ماني وخالي العزيز كي قالوا لي حبسي معاه حبست رغم أنه كنا درنا الفتحة أنا وياه وكنا نتلاقى ربي يسمح لنا ويغفر لنا كنت امنيتي ان نتزوج زواج عن حب او نعيش كما الافلام والمسلسلات التركيه بصح هيهات الشي هذا ما يدومش وانا من هذا المنبر نقول لكم ماشي جميع قصه حب تخلص بالزواج وماشي جميع قصه حب تخلاص بالزواج زواجها يكون ناجح مئة بالمئة اكيد راه رايحين يكونوا حوايج بزاف بزاف بعد الزواج فيهم على هذا نصيحتي لاي بنت ما علاقه محرمه او ديما كي تشوفي روحك رايحه طريق العوجه استخيري الله سبحانه وتعالى هو يوري لك طريقه كيما صرا فيا انايا الحمد لله بعد ما انفصلت عليه اكتب لي ربي انه جا خطبني وليد عمتي هو كان ديما يمعني لي كي يجي لدارنا ولا نتلاقاو في العياد ولا حتى في العراس بصح انا ندير روحي ما فهمتش ما كنت نفهم كي وصلت لعمر 28 سنه تقدم لي رسميا وعرفت بلي هذا الانسان اللي صح نقدر نكمل معاه حياتي ماشي طماع فيا ولا طماع في دراهمي هذه الحاجه اللي ولات لي عقده نفسيه في قلبي مروا ايام وشهور وهو كان مكمل دارو ما شاء الله الله يبارك ما عندي ما نشكر فيه كان زين ودين وطاعت الوالدين عمتي وراجلها كانوا ناس طيبين وهما منهرهم قالوا لي بلي راكي رايحه ديري دارك وحدك احنا مشي من اللي نسكنوا العروسه ماشي باسكو كرهوها بالعكس رانا حابين العروسه اللي تجي لهذا الدار تجي ضيفه لعندنا وتعيش حياتها مع راجلها كيما تحب هي وكي ما يحب زوجها وصح هذاك اللي كان بعد ما تزوجت انا وياه خلاني نكمل خدمتي وحتى يما ما كانتش من هذوك العجايز اللي فيها السوسه وكل طيقه جيت نقرش عند راجلي بالعكس الحمد لله استقرينا وحدنا أول عام رزقنا ربي بأول صبي لكن للأسف الشديد ما كتبلوش ربي سبحانه أنه يكمل حياته معنا توفى وهو في عمر الأربع شهور بمرض نادر جدا جدا الأطباء كاع نروح نديلهم ولدي ما يعرفوش وش به أي أنا وليت نقول هذه حاجة ربي ومكتوبه طولت ما فاتو شهور رغم أنه في البداية شهور الأولى بركرفت وليت نقول بالك كاش ما دايرين لي سحور ولا التفكير اللي يجي في خاطر اي بنت لكن ما كان والو شحال من خطره نزور الأطباء والرقاة يقولوا لي صلي وادعي لله أما الأطباء يقولوا لي كنتي كراجلك ما عندك حتى حاجة أي استسلمت للأمر الواقع وقررت أني نكمل خدمتي ونزيد نربي دراهمي كتر وأكثر ونبنو ونديرو كراجات كما كان حلم راجلي في البداية لأنه الدار هذيك بناها غير تحت برك وسكننا فيها على قد حاله بعد ما جازوا أشهر أخرين راجلي مسكين مرض من رجله وصبعتيه حشكم ولا ولاو ديما ياكلوا عليه وكل ما يروح للطبيب يقول له بلي بالك راهي حكماتك غير حساسيه بالك راك تمشي بالحفه كل طبيب وش يقول له وكل طبيب تاني واش يوصف له احنا نجرو عليه صح بصح اللي كاتبها ربي ولا غير ندوها كان اخطاء الاطباء انهم ما تبعوش حالته مليح لكن بعد ما فاتوا شهور اخرين تفاقمت حالته حشاكم ولا رجلو لتحت يسيلو بالقيح انا ما نفهم المرض هذا المعجب من جاه هو صح مكتوب من عند الله لكن انا زعفت وتقلقت عليه درت كونجي وليدي ديما نتهلا فيه نقيها له كيما وصاونا الاطباء وحدة المره قال لي راه وجع كبير وراه يطلع لي حتى للفوق جرينا به الاقرب مستشفى وثماك طبيب قال لنا لازم يدير عمليه جراحيه بس كل ميكروب راه رايح ويطلع له للفوق دخلوه وما خرجوش الا وهما مقطعين له رجله الله غالب هذا هو اللي كان وهذا هو اللي صرا في هذاك اليوم انا هبلت عليه نتاع الصح باسكو ما درتش في بالي باللي يلحق مرضو لهذ الدرجه عجوزتي ولات تلوم فيه وتقول له علاش دراهم اللي راكم مخبينهم كون رحت للخارج وداويت بصحنا الاطباء اعطاونا امل وقالوا لنا مجرد حساسيه وراه رايح يرتاح بصح في الاخر شوفوا واش صراو به آه طبيب تما قالنا لنا سمحولي انا الضمير آه المهني نتاعي يملي عليا اني ما نخليش الانسان ليكون فوق الطابله يموت ولازم ندير أي طريقة يعني ما كانش عنده وقت يخرج من غرفة العمليات ويجي يشاور يماه وباباه ومرته ولا حتى هو اللي كان فقد الوعي ويقول له اسمح لي يا مريض راح نقطع لك رجلك بين بلي راه رايح يدير الإجراء اللازم في هذيك اللحظة هما كيبداو ينقلوا في رجله الميكروب ولا يطلع للفوق ويمشي بطريقة عجيبة والمرض هذا كما تعرفوا ما يحبش الموس كما كانوا يقولوا جدودنا من زمان وحتى دوك خرج وانا بكيت عليه حتى خلاص واللي تدخلت في حاله هستيريا واللي تنقول يا ربي كون غير ما يدير العمليه علاش قريب تجحلت ربي يسمح لي ويغفر لي توجهت لربي سبحانه وقعدت ندعي ليل ونهار هو صح زعف بصح كان انسان مؤمن وصابر واحد الصبر كبير في عوض اللي انا نروح ليه ونشجعه وندير له الكوراج ولا هو اللي يديرهولي ويديروا لي يماه ويقول نعلو الشيطان نورمال ياخي قطعوا لي رجلي لتحت عادي نقدر ندير وحدة بلاستيك ونمشي نورمال ما فيها والو العلم تطور ما راهوش كيما بكري يماها مسكينه تخزر فيه وتقول ايه هي وليدي همي يضحك وهمي تجوزنا هذاك العام هكاك وراجلي راح لتونس وداروا له رجل اصطناعيه يعني هو مقطعولوش رجلو حتى للفوق لا لا بثروها هالو تحت الركبه راجلي ولا انسان طبيعي بديت اقلم مع حياته الجديده ومع مرضه وثانيك من الخدمه خرجوه لانه هو خدمته كانت متعوبة بزاف بز... بزاف بزاف في الاخر الحمد لله صاحبو لقالو بلاصه في واحد المصنع قريب لينا ماشي بعيد ويخدم حارس يعني قاعد ما يتعب ما يرفد ما يحط يفتح الباب ويغلق وخطرة على خطرة يباليه كامل حالة ما يعني ينظف خدمة شريفة ونفتخر به لأنه هو الزوج المثالي الرائع اللي وقف معايا وجامي كان طماع فيا كل حاجة ربي سبحانه يديرها لنا راهي مسطرة من عنده وأنا آمن بالقضاء والقدر نتاعو سبحانه وتعالى وصابرة لأي حاجة تصرالي بعد ما صرا واش صرا قررت اني نتكل على روحي اكثر واكثر نعول ونشري طوموبيل ونولي انا نقدش في هذيك الدار نقص على راجلي سرتو خطرات هو كي الحق فصل الشتاء يولي يعاني وستر هذاك يطلع له حتى الفوق حتى للفوق حتى القلب وانا كان يشفني ويغيرني ونحاول نعاونو باي طريقه من الطرق وراجلي السند نتاعي كان معاوني وكي نقول له حبيت نسوق طوموبيل ولا حبيت نشريها ولا حتى نخرج في الليل نقضي ما يقوليش كامل لا لا كان يثيق فيا خرجت ودرت البرمي ووليت انا نسوق اي حاجه تقيلة تكون عليه هو نجيبها اكتب ربي في هذوك الاوقات اللي كنت انا نصرف على الدار ومتكل على روحي ومعامنا راجلي في الصغيره والكبيره حملت وهنا كانت اجمل فرحة في حياتي بصح خايفة خايفة لانه فقدت ولد وهو في عمر صغير صغير خفت لو كان يصرى لي هكاك وليت نتبع عند واحدة طبيبة كانت متهلية فيا نقدر نقول عليها طبيبة نساء وطبيبة نفسية في نفس الوقت معاونتني بزاف بزاف وقالت لي إيلا ما قدرتيش تروحي للسبيطارات باش تولدي وتسوفري كيما بنك الاول باسكو صح جوزتها صعيبة قالت لي روحي للعيادة الخاصة راح نحسبلك بري بزاف هايل وتولدي في امان وضمان وتقعدي متبعة عندي على بالي كاين بعض الاطباء يحبوا المرضى نتاعهم يتبعوهم انا طبيبتي كانت هكذا الحق يوم الولادة نتاعي هو بلا ما نحكي لكم تفاصيل هادو جوزتهم واش نحكي واش نخلي راجلي شاد فيا وانا شاده في روحي رحت لعند هذيك الطبيبة وبشرتني باللي عندي ولد وراه بصحة وعافية وقالت لي لازم عليك نستناوك لآخر دقيقة كملي كامل الاسابيع هكا باش نجربوا معاك ولاده طبيعيه باش على الاقل الا حبيتي تحملي على الربعين تقدري ولكن الا درت لك سيزاريان ما لازم على الاقل عام ولا عامين هكذا باش ما يكونش ريسك عليك وعلى صحتك وعلى الجرح نتاعك اللي يكون جديد انا قلت ايه معليش واش تقولي نطبق كملت واحد وربعين سمانة في اخر اسبوع من حملي تخيلوا جاني وجع عظيم عظيم عمري ولا ننساه في حياتي راجلي مسكين خاف عليا وبحكم هو ما يقدرش يسوق تخيلوا وليت انا نسوق بهذاك السطر الكبير وهو غير يقول لي بالعقل بالعقل ويصبر ويعاون فيا لحقني حتى للعياده الخاصه نتاع نفس الطبيبه اللي كنت نتبع عندها استقبلوني احسن استقبال طلعوني مباشره لمصلحه الولاده وين يزيدو جوزوني ولقاو بلي وليدي أراه في خطر ولازم يجوزوني مباشرة للبلوك باش ندير زغيان بحكم أنا السقية كانت ترتقت لي عندها يومين وأنا ما كنتش عارفة بحكم هذيك أول مرة ولدي الأول ما والو كل شي في السبيطار هيا كي شافتني طبيبه شوكات وقالت لي اخي قلت لك اي حاجه تصرى روحي لعندي كنتي قادره تزيدي نورمال نديرو لك ديكرونشمون وراكي راح تولدي بصح هكذا خسرت علينا كلش عرشت لي حتى تقلت وطبعا عرشت لي على مصلحتي ماشي عرشت لي بهذاك المنظور الاخر المهم دخلت ودرت سيزاغيان جبت اول ولد ليا وهنا كانت الفرحة فرحتين رغم انه عانيت وسوفريت لكن راجلي في اخر المطاف فرح به وكان قال لي نسموه محمد الاسم هذا كان يحبه بزاف وقال على اشرف خير خلق الله سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم المهم احنا فرحنا درنا له عرس سبع ايام وسبع ليالي كيما يقولوا عجوزتي ماتت بالسعاده وقالت لي بلي اسمو كان بشاره نتاع خير عجوزتي كانت من هذوك العجايز اللي ما يحبوش الاسماء نتاع بحكم ابني الاول كنت سميتو اسم نتاع الغرب ربي يسمح لي ان شاء الله ما على باليش حلال ولا حرام راجلي هو اختار له كل حاجه خرجت ورحت تنفست عند عجوزتي ولاو يضربوا عليا على بالكم جدة تعيم ما كانت تقول لي روحي اللي هنا وتاني كعجوستي قالت لي لا لا روحي هنا نقوم بكم نتهلاو فيك وقالت لي انا اللي نتهلا في هذاك الصغير ولدي الاول والله غير صدقوني مالغري كان اول فرحه بصح ما فرحتش الفرحه هذه في ميسكم علاش باسكو انا وراجلي كنا قاطعين لياس لي ودايرين في بالنا باللي ما راناش رايحين نزيدو نجيبو ابدا لكن اكتب ربي انه يعطيني هذا الولد ولكن كملوا حكايتي دوك تزيدوا تعرفوا اهم الاحداث اللي صارت به عجوزتي ولات متهليه فيه وقايمه بيا تجيب لي غير قلب الحبه وتوكلني غير الفاكيه وتقول لي حزمي وديري البلايق حشاكم سمحولي. لي عادتها وتقاليدها انا ما كنتش نعرف لكن هي قتلي باش ما تخرج لكش دواره وتقعد لاطين تاعك معدوله وشابه انا نضحك بركي تبدا دي دير لي هكذا المهم قعدت عندها اكثر من ربعين يوم ما جات تطلقني بالسيف كنعرفوا المرة اللي تكون خدامه والده بطريقه طبيعيه يعطوا لها 3 شهور اما اللي تكون والده بسيزاريان راهم رايحين يعطوها 4 شهور معناتها تغليت في وليدي قمت به وجوزت تانيك اجمل الايام مع زوجي اللي كان ميت بالفرحه عليه شحال من خطره يقول لي نخرجوا بصح أنا نخاف عليه بحكم ولدي هذا كان لون تاع عينيه زروقه مثل زرقه البحر ما شاء الله وكان عنده زين نتاع القور روجي وحواجبه وش سبحان الله ما يبانوش حتى الموليسفوره بزاف وراجلي قال لي انا كنت هكذا في الصغر وعائلة زوجي كامل عندهم لون العينين المتميز على كامل الناس الزين نتاعهم سبحان الله أنا نحسو نادر ولدي محمد كان ما شاء الله ويكبر كل شهر أكثر من الشهر اللي قبله وكان يبان كبير على اللاج نتاعو وهو في ربع شهر خمس شهور يبان قريب عشر شهور ولا كان جايب بروحه ما شاء الله والعائلة كامل يقولوا له الروسي زينو كان يتشبه لهم عنده شفارته وحواجبه صفورة لدرجة ما يبانوش وأبيض بشرة بياض ناصع وعينيه تانيك ملونين كما قلت لكم وحاولت رجعت لخدمتي كي العادة والعوايد ولدي بدا يكبر ولا في عمره عام هنا أنا حبيت نشوفلو له روضة تكون قريبة لداري هكذا باش نحطو فيها كل صباح ومعنا شي نرجعوا لانه عمتي ولا نقولوا عجوزتي مسكينه بدات تكبر وما تقدرش على التربيه هي قالت لي بصح انا رفضت وبحكم عندها اولادها وبناتها يجوا دايما يصدعوها هي قلت نقص عليها ولدي بزاف عليها المره مسكينه ما شفت منها غير الخير علاش نبروفيتي فيها وانا الحمد لله حاتي الماديه ما شاء الله يعني نقدر نخلص الولدي رحت لها وحد الخطره وهي قالت لي لا لا ولد ابني انا اولى به كي تديه للروضه ما نسمح لكش المهم ما هدر معها وليدها وقال لها بلي يا ماما من علي الشيطان هذا الطفل كي راح نحطوه في الروضه اولا راح يتعلم وثانيا انت راكي كبيره وليتي ما تقدريش ما على صحتك وطيابك تحوسي تشدي الذر وكيما تعرفوا الاولاد في فتره العام حتى الثلاث سنوات يكونوا قباح قراض وانا ولدي على بالي بلي ما تقدرلوش كان يخرب بزاف ويمس الخسانه يضل مقلبها وكان طفل ذكي تخيلوا هو صغير في العمر يفتح القارورة تاع الماء ولا تاع الزيت مرات جبدها لي وفرغها لي كامل في الارض يعني كنت على بالي بلي تربيته صعيبه ما راهيش رايحه تقدر له عجوزتي آه انا ما نبقي في خاطرها خليته عندها مدة يومين صباح نحطه وعشيا نجي نديه على بالكم عيطتلي لي وقالت لي وليدك قبيح بزاف والله ما قدرت له من بعد استسلمت وقالت لراجلي بلي خلاص ما راهيش قادرة قالتلو تانيك بلي راهم يجو بزاف ناس ويضربوه بالعين في اول نهار حطيته جات خدها اللي هي عمتي الثانية وقالت بلي هذا منين جابوه وقيلة كاش ما طح عليهم من كاش كوكب على بالكم ما لحقتش ساعه قالت عجوزتي طاح من الدرجه الثالثه قريب ما راح فيها وليدي الحمد لله اللي جات على خير على كل العين حق والانسان دائما يحصن روحه من كل حاجه انا وليت نديه صباح للروضه طبعا مع تحصين ونصلي صلاه الفجر في وقتها ونقرا له ديما القران والعشيه نعاود نجيبه الروضه كانت بعيده حوالي كيلومترات قليله برك يعني ماشي منطقه بعيده بزاف لكن لازم علي نتنقل ونروح بالسيارة مرة وياريت هاد المرة وهاد النهار ما جاش لأنه واش صرا على بالي راح تدو منو عبرة في نفس الوقت راح يحبس لكم ريسانكم أنا مرة كانت عندي مسؤولية بزاف في الدار كيما حكيت لكم التفاصيل اللي مرت كل كبيرة وصغيرة غير عليا أنا رحت ديت ولدي عادي للروضة المهم المرأة هذيك اللي كانت خدامة تما قالت شوفي يا مدام ماذا بيك جويه 12 عاودي ارجعي باسكو راني خارجه وعندي شغل مهم وكامل الاولياء قلت لهم هذه الحاجه ماذا بيك تاني كراكي معاهم اروح دي بنك وغدو ان شاء الله صباح عاودي جيبيه كي العاده والعوايد هي في الحقيقه جامي دارت لنا هكذاك مي هذاك النهار ما على باليش واش كان عندها على 12 حركت من خدمتي ورحت مباشره باش نهز بني لكن صرا لي ما كانش في الحسبان كامل حطيته في الطوموبيل تخيلوا سبحان الله الذاكره نتاعي راحت لي في هذيك الدقيقه خليت وليدي كان راقد ملور في الكرسي نتاعو غلقت دونوبيل وهبطت نتقضى شوي من انا نخير في الصوالح كيما تعرفوا المرة من تدخل تتبحر وتقولي اي حاجه تشوفها تعجبها هكذا كان صرالي للعلم هذاك سوبيرات اللي دخلت ليه كان كبير ومتنوع يبيع كل حاجه أقعدت قعدت قعدت ندور كتر من ساعة ونص وكانت السخانة تقتل برا غلقت على ولدي قريب ما مات لي وصلت ليه أنا اللي قريب ما قلبي حبس قبل لأنه حتى فتحت لامار وحطيت كامل السلعة اللي شريتها باش فقت باللي عندي طفل وخليته راقد لقيته فاحم وجهه حمر أحمر رايح للون البنفسجي خرجت برا وقعدت نهوي فيه لكن شفت ابني ما يتحركش كامل صاي وليت غير ندير ودني في قلبه بش. باش نشوف الى قلبه يخبط ولا لا لا ونشوف تانيك في التنفس نتاعو المهم عاود رجعت للكرسي فتحت كامل لي كارون تاع الطوموبيل وقعدت نجري بها بسرعه رهيبه ديتو على جناح السرعه لواحد المستشفى كان تم في هذيك المنطقه قريب هزوه عليا وشبعوني سبان وتعراش الداخل واحد الطبيب قال انت يا مرام مريضه كيفاش تخلي ابنك في الطوموبيل وتروحي ايه انا صارحتهم بالحقيقه بس على بالكم الطبيب متقدريش تقدريش تكذبي عليه لازم تفهميه باش يعرف الطفل هذا واش به واش يقدر يدير له ايا نبكي ونشهق هزيت التليفون تاعي عيط مباشره لراجلي هو عيط لعمتي اولادها وبناتها كامل كاين اللي جاو وكاين اللي مازال المهم اول واحد الحق راجلي وعمتي وراجلها جاو في الطوموبيل نتاع شيخي وصلوا تما شبعوني تاني كهما سبان وقاعدين يقولوا لي كيفاش عقلك وين كان قتلتي الطفل قتلتي الطفل وانا نسوغ ونعيط ونقول لهم خلاص خلوني خلوني ما عنديش الزهر في الدريه ما عنديش خرجنا لقاعه الانتظار قعدنا تما نستناو باسكو حاوزونا وطبيب اللي كان واقف تما والفرامله قالوا لنا مستحيل نخلوكم بهذا العياط والصداع اللي دايرينه للمرضى اي قعدنا برا وانايا شبعت بكى وليت شاد هذاك المفتاح ونزير عليه أحتاج جرحني في يدي من بعد عطيته لراجلي وقلت هاك مليوم من اليوم وروح ممنوع عليا نسوق الطوموبيل بيعها صدقها دبر راسك هذه كانت سبب في انه ولدي يموت من بين يديا وليت نسبق في الاحداث ونخلط في الهضره ضعفت قراف ولات عمتي تعاير فيا وتقولي انتي مرانتيه انتي مرانتيه خليتي وليدك يضيع من بين يديك هما تحسبت لهم باللي ابني فارق الحياة بصح ما على بالهمش باللي تعرض لاختناق كبير خرجت لينا واحد الطبيبة قاعدة تعيط راح يجري راجلي لي ها داك مسكين يضلع حتى فيها هذيك ليلة رجلو ماتت ولا يقولها وراه ابني واش بيه واش كاين قالت له هدن روحك هدن روحك ما تقلقش راهو في ايادي امينه راهو في يدين الطبه راهم دايرين اللي عليهم والباقي في يد ربي سبحانه الطفل قريب ما ضاع من بين يديكم حاليا الحاله راهي مستقره بصح ممنوع اي واحد يدخل يشوفو يشوفه لانه راهو في غرفه الانعاش انا قريب هبلت نتاع الصح الحمد لله بعد ما فاتوا ايام قليله تقريبا اسبوع اخرج وليدي من السبيطار اعطاو لي الدواء باش دائما نشربه له وتانيك كل 15 يوم نعاود نرجعوا لنفس المستشفى باش يديروا له تحاليل ويعرفوا واش به تانيك لانه ابني كان يعاني من لانيمي هو قالوا له حاجه وحاجه واحد الطبيبه فاقت غير دخل قالت ابنك باين بلي عنده حساسيه مزمنه ونقدر نقول بالك الضيقه وصح كي زدت شخصت حالته ومروا شهور وعوام ايه يا ناس ابني ولات عنده الضيقه ولا اي موقف مثلا سخانه بزاف بروده بزاف يولي ما يقدرش يتنفس ولو كان ما نجيبلوش البومبا مباشره للفم نقعد زعما نص ساعه ولا نتاخر عليه نرفدو للسبيطار هكذا باش يقوموا بحالته لانه يكون قريب يموت لي ويروح ما بين يديا ما على باليش الى الحادث اللي صار هذاك في طوموبيل نتاعي هو السبب ولا وليدي عنده الحساسيه من صغره المهم الامور تخلطت لي وفي اخر المطاف استنتجت وعرفت بلي انا امراه مهمله لا لا راجلي ما قليش هكذا قلي بلي المسؤوليه والضغط هو اللي خلاك تنسي بلي عندك ابن وخليتيه في طوموبيل الله غالب ربي ثبتنا ان شاء الله وربي سهل كل واحد اعذروني انا مرنيش ام مهملة. لولا سيئه كما قال راجلي الضغوطات نتاع الدنيا والمسؤوليه خلاتني نكون كما هكا مالغري حالتي الماديه الحمد لله مستقره وحاجه ما خاصة صح والله صدقوني ما راهيش حاجه سهله وراح تتاكدوا من هذه الحاجه نهار واحد الصيف رحنا انا ووليدي وراجلي وكانت جوستي معانا رحلة تحواس دخلنا لواحد لابلاج كانت كبيرة وشابة وخاصة قعدنا تما وكنا نروحوا للفندق اللي كان لاصق فيها بحكم راجلي قال لي بلي نريحو غير 3 ايام ولا 4 ايام هم الجو هذا ما كان لكن تخيلوا في الاخر نقدر نقول باللي اسلك راجلي من الموت ومن السجن الحتمي بسكو رحلة تحواس تحول لنا بين دقيقة ودقيقة إلى مجزرة حقيقية راني راح نحكي لكم ونفهمكم باش تانيك تزيدوا تتوعاو وتدوا عبرة أنا كنت في البحر قاعدة أنا وليدي من بعد عجوزتي قاتلي الجيحة يخي تعافي تعومي علاش ما تدخليش قلت لها بوه وليدك يخليني من بعد خزر فيا قال لي روحي راكي مسامحة واش عم نغبنك ما نغبنكش كي ماكي وقف معايا نوقف معاك ومن حقك تحوسي المهم في الوقت هذا كنا في الصباح بكري الوقت هذاك تقريبا ستة ونص ولا راجلي كان حاب يشرب قهوه كحله طلع الفوق باش يجيب وقالت عجوزتي حكمه ابني والدور معاه تماك في الشط انا عمت عمت حتى قلت ما للعلم انا كنت مبعد وعوامه ما شاء الله وانا خارجة شافني واحد الراجل كان في الثلاثينيات تقريبا من عمره قاعد يتبلى فيا من بعيد وانا حشمت ما لقيت ما نهضر وانا خارجة حسبته في ودني حاشاكم وحبيت نرد له كامل المهم قاعد يتبع يتبع يتبع, يتبع حتى وصلت انا لعند عجوزتي قلت لها شوفي هذاك الراجل هبلني صبح يتبع فيا اني خايفه غير يشوف وليدك على بالك صار الجيره اليوم قالت لي وشنو انا اللي نقول له تشوفي حسبت له بنات النساء سايبات واش هذا يا البحر ليفي اخي ما هوش تاع الشعب اللي قال فيه اللي مربي واللي ماشي مربي هذا راهو معمر بلي زاجون نورمالمون هما يعسونا ها آه هذا ما راهوش بلاج ما نزيدوش نعاودو نرجعو ليه وقعدت تهتر وتسمع في كامل الغاشي اللي تما جريها واحد كان لابس جيلي باللون البني ومكتوب امن خاص قالها وش واش كاين الحاجة خير إن شاء الله كش واحد قلقكم؟ قالت له بيان سيغ شوف هذاك الراجل اللي راهو لابس شورتك حل من الصباح في بنتي حوسيت بالله وهي راهي مرت راجل وعندها طفل، قال لها ما تقلقيش دوك نروح ليزاجولي من هيك يحوزوه يخلوش يدخل، قالت له بلا ما تحاوزو أنت راهو جا له اهدر على القط ينط، قالت له يا وليدي شوف شوف هذاك من الصباح هو في مرتك، المهم هو ما جابش كامل الخبر راح يجري والرملات تطير موراه، وقفو قال له واش حبيبنا؟ واش كاين قال له ما كاين والو يا خو والله العظيم غير انا راني ناوي الخير الطفله عجبتني وحبيت نخطبها على سنه الله ورسوله ياخي الحلال ربي سبحانه يبغيه ويلا انت أو ولا ابوها راني طالب الحلال المهم راجلي من كثرت انه خلاص القلقه طلعت له لراسو ما عرفش كامل واش يدير ضربو بدبزه للنيف جاب دمو كامل لي شرشر المهم جاو تما الحمايه المدنيه هزوه باسكو السيد كان عنده مرض الص ومرض فقر الدم حنا نهار هذا كنا هاربين على بالي باللي راجلي داير زبله قد راسي خفت عليه لو كان يتحبس بصح مية حبسونا في البراج وقالوا له باللي انت راك الدعوه راهي لاحقه لدار الشرع وانت الاخبر انا قعدت مستغربه كيفاش الحثة صارت غير البارح برك واليوم راهم استدعاوه روشارشي تقول مع على باليش دار وصلنا لمركز الشرطه اللي كان مطلوب عندهم ولاو يقصروا معاه وقالوا له علاش ضربت السيد وش دار لك كي حكى ماتوا بالضحك وقال لهم له غالب انا مرتين غير عليها بزاف ما تحملش الهضره نتاعو كون في بلاصتي يا شاف ايا الحمد لله في اخر المطاف استدعاو هذاك الراجل وحسن العون وقال له بلي ربي يهديك المره الجايه ما تقلقش بزاف ولو كان حبيت فيك ندخلك للحبس باسكو الطفل هذاك ولا نقولوا هذاك الجن كان مريض ويقدر يرفع عليه دعوة عادي لكن الحمد لله ربي لطف وسلمنا من هاك الشعرام العجين اتخيلوا يا ناس تخيلوا باللي رحلة حواس قريب ما تحولت للمجزرة وليت ندعي على روحي هو نقول كيفاش ما عندي ظهر في حتى حاجة المشاكل متبعيني في كل دقيقة وفي كل خطوة نخطيها اي عمتي هذه كتر خير كل خطرة تقول لي انتو ما عندكم العين بزاف ارقيو وحصنوا روحتيكم وانا ولا غير صدقوني نقرأ القرآن قوم الليل نصلي اوقاتي في وقتها ومرات في الخدمه كي ما نكونش الله غالب ما نقدرش نعاود نرجع للدار ونجمعهم كامل ربي ان شاء الله يسمح لنا وربي ان شاء الله يعاوننا على هم الدنيا ونشكرك اختي في اللي سمعتي حكايتي نقول لك سرديها المتابعين اكيد راح تكون في احداثها كامل عبره ونقول لكم باللي عمتي وعجوزتي نعمه الناس انا ماشي كيما العجايز اللي يشتكوا منهم العرايس ربي يخليها لي تاج فوق راسي معاونتني مالقري على خضرة تعايرني تسبني بصح على بالي بلي قلبها بيض نسامحها وحتى هي معاونتني ربي يعطيها ويمنيها هذه هي كل احداث حكايتي يعطيك الصحه سمحيلي على التعبير الا ما عرفتش ولا ولا اي خطا ممكن في حكايتي لانه غيرت بعض التفاصيل الصغيره اللي ما عندهمش اهميه باش هكا ما يتعرفوش عليا راني نحكي لك بتخبيع على راجلي ربي يخليه لي ان شاء الله تاج فوق راسي